منين حضرتكم؟ من غينيا. وانت من غينيا؟ اهلا وسهلا فيكم. بدي اياك تسحب ورقه، اي ورقه بدك اياها؟ طيب نحن حنشوفها كلياتنا. تمام. فرجيها الكاميرا. اوكي؟ شو هي؟ أربعة الزهر. طيب انا بدي اياك تاخذ القلم اكتب عليها اي شيء بدك اياه. يكون خط هيك كبير يعني واضح. بوجبا؟ بوجبا. اسمك بوجبا؟ اوكي، مكتوب عليها بوجبا. تمام. هي ورقتك. فهلا انا وياك مقتنع انه بالعالم كلياته ما في ورقه مثل هي. أربعة زهر مكتوب عليها بوجبا. مشان هيك رح ناخذها ونطويها. اوكي هيك، وطاولة ثانية هيك، وبدي اياك تفتح تمك. تمام. وعض عليها بسنانك. حلو. عض. شوفي، بدي اياك تقولي لي ستوب بالمكان اللي بدك اياه. يلا. ستوب. هون؟ اوكي، خلينا نشوف الورقة اللي طلعت لك. تمام. مبدئيا طلع لك سبعة الديناري. اوكي، كمان رح ناخذ السبعة نطويها بهذا الشكل هيك، نعمل لها هيك. اوكي، فيك تعضي عليها ولا لا؟ صعب. طيب سكي اياه وعضي عليها بسنانك. اوكي. هون في ورقة اللي انت كاتب عليها توقيعك، هون في الورقة سبعة الدينار. طيب رح احاول اعمل لكم حركة صغيرة. حلو. بهي الحركة الصغيرة تبدل الورقات، فورقتك صارت هون وورقتك صارت هون. حلو. بتصدقوا؟ قبل ما بلش، شو كان بتمك انت فيه؟ انا أربعة الزهر. اللي كنت موقع عليها. ايه. شوف شوف بيدك. حلو. سبعة الدينار. حلو. شوف شو تمه. الأربعة اللي كانت بتمه. وعليها بوجبا، فرجي انه عليها. كيف تبدلوا؟ حلو حلو حلو. هلا انا معي ورقه عاديه. تمام. فانتوا شو رح تعملوا؟ رح تختاروا ورقه. اوكي، وتفرجوها للكاميرا. انا حدير وشي، بعدين حاول طالع لكم الورقه. تمام. يلا جاهزين؟ يلا اسحبوا اي ورقه بدكم اياها. اي ورقه، اي ورقه اسحبيها. انا قبل ما اسحبيها بعدين انا حدير وشي. يلا اوكي، فرجوها للكاميرا. اعطيني اياها. ليكي رح اخذ ورقتك وخليها مثلا انا بنص الورق هيك. اوكي، انا ورقتك ما بعرفها صح. طيب حذر، شو رح اعمل؟ امسك الورق بهذا الشكل هيك، وحاول طالع لفوق. ورقتكم شو حافظينها؟ قولوا لي اياها. ستة سبات. ستة سبات. طيب هلا ستة سبات بمكان معين، بس انا شوف شو رح اعمل. رح احاول امين. شوفوا شوفوا، طلعت ورقة من النص. تتوقع انه هي ست سبات؟ مستحيل. شو ورقتكم؟ ستة سبات. ستة سبات. سكي هي بالله. هلا بتعرفي ليش بيستعملوها؟ مشان يحطوا فيها السيجارة. فرجيها الكاميرا انه فاضي، تأكدي منها انه فاضي ولا لا. خذي هي هذا الغطاء تبعها. فاضية صح؟ رح ناخذ هي السيجارة اللي هي هي، أعطيني إياها. ولحطها سكيها بإيدي. ولحط السيجارة بقلبها. تمام. سكري الغطاء عليها، اعطيني الغطاء. سكري سكري سكري. دغري دغري. اوكي كثير منيح. سيجاره وين؟ بقلب. بقلب هي. فانا شوف شو بعمل، بعمل هيك. فبقى الحركه افتحيها. تمام. تاكد انه فاضي. وين راحت السيجاره؟ صارت صغيره. هلا هي بامكانك تسحبها ولا تروح. مرحبا. هلا. كيفك؟ اعطيني مصاري. اوم اوم اوم. قديش معك؟ اعلى شيء معك 1000 ليرة. أنا معي قلم، رح أحاول أعمل شغلة بالقلم. رح أحط القلم هيك، أوكي؟ وحذري شو؟ رح أعمل واحد اثنين ثلاثة. فأنا حذري شو عملت لك بال 2000 بخشت لك إياها، شفتيها؟ تمام. مبخوشة هلا هي صح؟ شوف شو رح أعمل، واحد اثنين. لا ركي رجال سليمة 100، تأكدي. وين القلم؟ هلا هي قالت لي علمني بس أنا ما رح أعلمها. شو؟ شلون بخشي؟ والله ما بعرف. يلا بدك شيء؟ باي. بدي اياك تقول لي ستوب بالمحل اللي بدك اياه. جاهز؟ يلا ستوب. هون بدك تغير رايك؟ لا. اوكي، شوف شو طلع لك. شب الديناري، ورقه حلوه. تمام. انت اخترته لحالك هذا ولا حدا؟ اوكي لحالك. ليك رح اخذ شب الديناري خليه بالنص، لحط بقيته وراه فوق. فهلا الشب وين؟ بالنص. طيب بعمل ايدي حركه صغيره، فالشب نط لفوق فصار فوق. طيب خلي معك حتى نتاكد انه شو قال لي قبل شوي؟ اثنين. قال لي في اثنين، فخلينا نشوف. هلا هات شب البستوني، تاكدوا اذا في شب ثاني طلع معكم. شب ديناري، شب ديناري، مرق شيء؟ طيب هذا شو؟ اعطيني اياه لحطه هون، لحقسه من الورق من النص مره ومرتين. بدي اياك تقول لي ستوب بالمكان اللي بدك اياه. جاهز؟ يلا. هون
بدك مشي لقدام ولا هي الورقة خلاص؟ طيب هلا انت لو وقفتني بعد بورقة كان طلع لك 9 دينار، انت وقفتني هون فبيطلع لك شب الدينار. تمام؟ شوف شب الدينار برجع باخده بحطه بالنص بحط بقية الورقة فوق وبرجع بعمل ايدي حركة صغيرة صافي. خليه معه رح فرجيك رح فرجيك الورقة. فهم معنا شب ديناري وبعد منه في ورقة عادية شايفينها صح؟ طيب خليني اخذ الشب وحطه تحت. فبهالحالة شو صار؟ شب وبعد منه شوفي ورقة مشكلة صح؟ طيب شوف شو رح اعمل، اعمل لي حركة صغيرة. فبهالحركة شوف شو صار. صاروا كلهم شباب دينار. مصدوم؟